المرأة إنسان يا أستاذ علاء، تريد من يؤنسها، من يلاطفها، من يثني على جمالها أحيانا، من يثني على إدارة بيتها، من يثني على طبخها. من لها غير زوجها؟ هل لها غير زوجها يقدر وضعها؟ أيام يذهب قبل شروق الشمس، يأتي الساعة 12 على الطعام والنوم. هذا إنسان لا بيحكي كلمة، لا بيسأل عن صحتها، لا عن أولادها، لا بيسمع لها. أحيانا النبي سمع للسيدة عائشة قصة طويلة كتير عن أبي زرع وأم زرع، وهي حكيت عن شجاعته وعن بطولته وعن كرمه، لكنها تأسفت في النهاية، قالت إنه طلقها. قال أنا لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقه. يعني هي الزوجة تركها أنت 8 ساعات وحدها في البيت، رتبت، نظفت، طبخت، غسلت، اعتنت بأولادها، الآن تنتظر زوجها. إلى حاجة عند الزوج أستاذ علاء، إلى حاجة، إلى حاجة نعم. عاطفية نعم. ترك العلاقة الجنسية نعم. الحاجة العاطفية هي أهم، هي بحاجة مين يقدرها. الله يعطيك العافية، الله يخلي لي إياك، أنا بلاكي ما بسوى شيء، لك شو بتكلفك الكلمات؟ صحيح. بتلاقي ملأت قلبها سعادة ولو ربع ساعة. أنا عندي قاعدة، إن لم تصغي إلى زوجتك بالحد الأدنى 20 دقيقة كل يوم في مشكلة بنشاء. نعم. ولا كلمة بحاكية على الجرائد، على الأخبار، على عشاء عنه، شو دابة هو. مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة. يعني من هنا تأتي خواصر الضعف. يعني أحيانا أنت بالمكتب اتصل فيها الساعة 10، كيفك؟ بخير إن شاء الله، لازمك شيء؟ شو بسمعت الهاتف؟ اتصال. يعني هو الإنسان الحياة كلها ذكاء، يا إنسان يا بيعيش بذكائه يا بإيمانه، أو بذكائه وإيمانه في آن ما. يعني أيام سفر أنت بيجي مثلا الساعة 10، طيب صار الساعة 11، خبرها اللي أنا متأخر شوي في سبب قاهر، بتطمنها، إنساني عم استناك. صحيح. فهو الاتصال ولو هاتفيا. أيام بالسافر خبرها مرتين ثلاثة، أيام ولا هاتف، طيب خبرها مرة، كيفك؟ لازمك شيء؟ كيف الأولاد؟ بخير؟ يعني زوج لا بيحكي ولا بينطق بكلمة طيبة ولا بيبتسم، وكل قسوته وتجهمه لزوجته وكل نعومته لأصدقائه أو لأهله، هذا زوج لن ينجح في علاقته مع زوجته. أنا عندي قصص والله تبكي الحجر، والله يندى لها الجبين. أهمال زوجي صالحة مستقيمة مؤمنة طاهرة عم تخدمك، ما لا منك نصيب إلا كلمة طيبة، كلمة سناء، كلمة محبة، عبر محبتك لها. في مشكلة كبيرة الحقيقة، الزواج فن، الحب بيدك، بيدك أن تصنعه صناعة. هنالك مجموعة من الرجال يقولون أنه يعني الرجل لا يفصح عن مشاعره، وإن أفصح عن مشاعره يعني رخى الحبل لزوجته، هكذا أسمع، وبالتالي أنها يعني تصبح تتدلل عليه كثيرا. جواب أستاذ علاء، كثير سهل تكون قاسي، كثير سهل، مبدأ بطولة، وكثير سهل تكون سهل مسيب الأمور. البطولة أن تقع في حيرة، تحبك إلى درجة مذهلة وتخشاك إلى درجة مذهلة، أن تمسك العصا من نصفها. يعني هو دائما خلينا نوضح التخشاك، التطرف سهل. يعني أن تحترمك. نعم. لا تكن لينا فتعصر، أو قاسيا فتكسر. إن أردت أن تطاع فأمر ما يستطاع. فأنت حينما تجاوزت حدها سكتت، أعرضت عنها إلى حين، أدبت أنت من دون سباب، من دون رفع صوت. حينما تجاوزت حدها سكتت، سكوتك موقف، انتبهت، رسالة. وحينما تجاوزت أنت حدك معها همدت، ما عاد حكيت، كمان رسالة. أنا ممكن أبعت رسالة وأتلقى رسالة من دون كلام. صحيح. فلما هي بتتجاوز حدها سكتت، معناها أنت إلك مكانتك وفي خطوط حمراء بحياتك. ولما هي كمان تتجاوز حدها أو تتجاوز حدها معها، كمان إلها خطوط حمراء هي. تمام. فأنا لما بشوف في مودة بقابل مودة بمودة، لقيت في تجاوز بعمل طريقة معينة أنه أبلغ رسالة. جميل. يعني دائما التساهل سهل والقسوة سهلة، بينهما يحتاج إلى جهد كبير، ودائما الفضيلة وسط بين طرفين.